بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا، وفي حلقة النهاردة معنا ضيوف من العيار التقيل. علشان الوقت خلينا في البداية نرحب بيهم. معنا القارئ الحسيني أحمد الهش، أهلا بيك فضيلة الشيخ. ومعايا القارئ محمود رياض، أهلا بيك فضيلة الشيخ. أهلا بيك. كمان معايا المبتهل محمد العزيزي، أهلا بيك. أهلا بيك. ومعايا المبتهل الحسيني عبد الحميد، أهلا بيك. أهلا بيكم. يعني معانا النهاردة ضيوف من العيار التقيل، ما بين الإنشاد وما بين قراءة القرآن. خلينا نبدأ بأول موهبة معانا وأول ضيف معانا، القارئ الحسيني أحمد الهش، يقرأ بروايتي حفص عن عاصم وورش عن نافع ومعلم القرآن الكريم والتجويد بالأزهر الشريف. فضلت الشيخ انت منورنا ومشرفنا النهاردة. الله يكرمك يا فندم. الله يسمعنا. الله يخليك. آخر سورة الكهف إن شاء الله. فضل. فضلك الله سنك وبك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثل لِجِي مَاذَا ذَا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أحسنت أحسنت أحسنت. قل إنما أنا بشر مثل لكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. أحسنت وأبدعت فضيلة الشيخ، ما شاء الله عليك، يعني نفع الله بك. اللهم أمين. أعزائي المشاهدين، ويمكن معانا موهبة تانية ولكن موهبة مختلفة شوية، لأن هو أول إنشاد محافظة الفيوم على مدار 4 سنوات مضت. هنشوف هو هيسمعنا ايه وهيطربنا بايه. معانا المبتهل محمد العزايزي، يعني هتسمعنا ايه؟ يعني ناخد المايك بعد اذنك. هتسمعنا ايه؟ تهلا كل القلوب الى الحبيب تميل. اتفضل. عليه الصلاه والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كل القلوب إلى الحبيب تميل. ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صار الدموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا حبيب الله، هذا المصطفى، هذا لكل العالمين رسول. هذا رسول الله،
لكل العالمين رسول. يا سيد الكونين، يا عالم الهدى، لو صادفتني من لدنك عنايه ليزور طيبا والنخيل جميل. سيدي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. أحسنت وأبدعت. يعني أما الدليل، إذا ما ذكر محمد صارت دموع العاشقين تسيل. ومع الابتهالات ومكملين حلقتنا مع المبتهل والمنشد الحسيني عبد الحميد. يمكن معنا في نهاية الفقرة مكملين بالقرآن، لكن علشان يبقى ختامه مسك هنختم حلقتنا بالقرآن. خلينا ناخد المبتهل الحسيني عبد الحميد ونشوف هيقول لنا إيه ابن محافظة سوهاج. يعني هتقول لنا إيه النهاردة في حلقة النهاردة إن شاء الله؟ يعني في مدح طه لوسام ولغيره مدح عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. يا سيدي يا رسول الله، في مدح طه لوسام، في مدح طه لوسام ولغيره مدحي حرام، ولغيره مدحي حرام. يا من يحب محمدا والآل والصحب الكرام، يا من يحب محمدا والآل والصحب الكرام، صلوا عليه صلوا عليه، فإن من صلى عليه لا يضام. يا خير من يدعى إليه، وخير من يهدي الأنام محمد، يا رحمة الرحمن للدنيا وللأخرى السلام محمد، يا خير من يدعى إليه، وخير من يهدي الأنام محمد، يا رحمة الرحمن في الدنيا وللأخرى السلام محمد. أقسمت بالله العظيم وصاحب البيت الحرام والحجر والمسعى وزمزم والمقام، أقسمت بالله العظيم وصاحب البيت الحرام والحجر والمسعى وزمزم والمقام،
ما مثل وجهك نور شمس، ما مثل وجهك نور شمس، لا ولا بدر التمام. أحسنت وأبدعت، يعني حقا اللي بيجرب يمدح المصطفى يعني مش هيمدح حد تاني، لأن في مدح المصطفى وسام. خلينا نختم الفقرة مع القارئ محمود رياض النقيتي، قارئ مصر والعالم الإسلامي. احنا خليناه في آخر الفقرة لأن هو حالة نادرة، قارئ في مصر والعالم الإسلامي، فعلشان كده احنا بنختم الفقرة بمسكها ومسك الختام القارئ محمود رياض النقيتي. فضيلة الشيخ هتقول لنا ايه بقى؟ اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله، هو الله الذي لا القدوس السلام الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى،
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. أحسنت فضيلة الشيخ. يمكن زي ما قلنا أعزائي المشاهدين هو فعلا كان مسك الفقرة وكان ختامها فقرتنا الأولى يعني وقتها انتهى، وكان ما بين قراءة قرآن وما بين مدح النبي عليه الصلاة والسلام ما أجملها من فقرة. برنامجنا مكمل معاكم وهناخد فاصل، اوعى حد يروح بعيد، وبعد الفاصل هنرجع لكم بمجموعة من القراء ومعانا مبتهل كمان في الفقرة الثانية. أعزائي المشاهدين هناخد فاصل قصير ونرجع لكم بعد الفاصل. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين ومكملين برنامجنا، ويعني ما اجمل ان احنا نسمع القران ونمدح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما اجمله من برنامج مدح النبي عليه الصلاه والسلام، ليه منزله كبيره، وكمان قراءه القران يعني ليه منازل مش منزله واحده. خلينا نرحب بضيوف الفقره الثانيه، القارئ احمد خيال باحث دكتوراه شريعه وقانون، اهلا بيك. معانا كمان القارئ إبراهيم القاضي حافظ القرآن الكريم كاملا، أهلا بيك فضيلة الشيخ. خلينا برضو نرحب بباقي ضيوفنا، القارئ محمد مجدي المنشاوي قارئ ومبتهل، أهلا بيك. ومعانا منشد الفقرة بقى، لأن هو الوحيد اللي هيقول إنشاد وهو المنشد اللي معانا في الفقرة دي، المنشد حسام الدين مصطفى، أهلا بيك. معانا كمان القارئ والمؤذن اللي هيأذن أذان الظهر النهاردة، القارئ عصام شنب، أهلا بيك، منورلنا ومشرفنا، ويمكن اجتماعنا على ذكر الله وعلى الإنشاد يعني أوقات بنقضيها وفي نفس الوقت بنؤجر عليها. خلينا نبدأ مع الترتيل مع القارئ أحمد خيال، هتسمعنا إيه؟ إن شاء الله بعض الآيات في سورة الرعد وبعض الآيات في سورة هود. طب يلا مستني إيه؟ ماشي. إن شاء الله أقرأ ترتيل مش تجويد يعني. أيوة، ما أنا قلت إن أنت هترتل. إن شاء الله. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. صدق الله العظيم. بعض الآيات ناوي تكمل يعني؟ بعض الآيات في سورة الهود إن شاء الله. اتفضل. حكاية قصة سيدنا نوح إن شاء الله مع ابنه إن شاء الله. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء.
قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. أحسنت أحسنت. هو في 30 ثانية كده قول لنا يعني إيه سبب اختيارك للترتيل؟ والله بحس انه يعني ايه يكون اقرب للوصول للقلب يعني ودايما معظم القراء بتوعنا الناس اللي قدام الشيخ محمد صديق المنشاوي الشيخ عبد المستعب عبد الصمد الشيخ الحصري خدنا بتاعتهم كامله لعزه القران الكريم لها اثر كبير عند الناس وخاصه عند المصريين وفي العالم كله يعني فتلاوه الترتيل ديت يعني معظم الناس بيحبوا يسمعوها يعني احسنت واختلفت شويه عن واحسنت الاختيار كمان خلينا ناخد القارئ الشيخ ابراهيم القاضي حافظ القران كاملا وخريج كليه القران الكريم اهلا وسهلا بحضرتك هتسمعنا ايه بقى ان شاء الله من اواخر سوره القصص اتفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء
بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون صدق الله العظيم. أحسنت وأبدعت فضيلة الشيخ. مكملين حلقتنا أعزائي المشاهدين ومعنا القارئ محمد مجد المنشاوي. أستاذ محمد هتسمعنا إيه؟ آخر سورة الأنبياء. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون لا يحزنهم
يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. أحسنت فضلت الشيخ، أحسنت وأبدعت. معنا منشد الفقرة حسام الدين مصطفى، يعني أنت المنشد الوحيد معنا في الفقرة دي، فعايزينك تسمعنا حاجة مختلفة بقى. إن شاء الله نسمع عليك سلام الله. اتفضل يا رسول الله. زي ما انت زي ما انت زي ما انت اتفضل. وحبك يا رسول الله غيث. لا لا يعني مختلف. وحبك يا رسول الله غيث يسقي القلوب يسقي القلوب محبة ونعيما يسقي القلوب محبة ونعيما
يا عاشقي للمصطفى وجماله، يا عاشقي للمصطفى وجماله، صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على عليك سلام الله يا رسول الله، عليك سلام الله يا حبيب الله، عليك سلام الله يا رسول الله، عليك سلام الله يا نور عرش الله الله، عليك سلام الله يا نور عرش الله الله، عليك سلام الله صلى عليك الله يا بدر هل يبان، يا بشرى من رحمن، يا بدر هل يبان، يا بشرى للإسلام أديت رسالة الله صلى عليك الله، أديت رسالة الله صلى عليك الله، عليك سلام الله يا رسول الله. أحسنت المنشد حسام الدين مصطفى. أعزائي المشاهدين، يمكن وقت حلقتنا خلص، لكن هنختم حلقتنا مع القارئ عصام شنب. يعني سعدت معاكم بحلقة النهاردة، وإن شاء الله نكمل معاكم برنامجنا، وإن شاء الله هنشوفكم في حلقة جديدة، لكن حلقة النهاردة هنختمها مع القارئ عصام شنب. اتفضل فضيلة القارئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم